We'll start with the name and then drive the name, Lucid. It stands for clarity, transparency. So Lucid معناها نقي, شفاف, واضح, صافي التفكير. جربنا السرعة, تعرف لما تشوف في الأفلام اللي انت جالس وبعدين فجأة راسك انرزع لورا من السرعة. طول عمري بس أشوفها في الأفلام, أول مرة أجربها. قال لي خليني أوريك. يلا. It's very easy. يلا. يلا means يلا. Come on. يلا. 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 Lucid. بسم الله. بسم الله. Okay, ready? Yeah. Wow. Oh. I've never experienced something like this. قلت له يا تيربو, قال لي ما عندنا تيربو, يعني مولودة تيربو هي. This is over 1000 horsepower, this model. Pick up above 60 is what this car is really strong at. It's much. من 0 إلى 100 كيلو في الساعة في ثانيتين ونص. This is luxury electric performance driving to another level. العالم العربي فقد فرصة الاستثمار في السيارات لما نشأت شركات مرسيدس وبي ام دبليو تويوتا. فالشاهد أنه الماضي لا يساوي المستقبل. في فرصة أنه ندخل في قطاع السيارات, ولكن لما ندخل قطاع السيارات ندخل قطاع سيارات المستقبل. بل ايش المستقبل؟ السيارات الكهربائيه. انا حسبت حقيقه صندوق السيادي دخل كاستثمار بسيط, قال لي لا, قال لي المصنع ده كله بدون استثمار الصندوق السيادي في 2018 ما كان ليكون, لانه كانت الفكره لسه في البدايات, ما كان عندهم فلوس علشان يسووا خط انتاج اصلا. فهو دعم اساسي جدا في هذه التقنيه ادى الى انه هذا اللي شايفينه موجود, بيلدينج ذا فيوتشر. وهذه زي ما قال بيتر فائده مو بس للسعوديه ولا بس لامريكا, احنا هنا في اريزونا, هذه فائده للعالم. طيب نبغى نفهم لوسيد في السعوديه الرياض. وقعت لوسيد مع المملكة لبناء مصنع لها هنا في السعودية, متوقع ينتج 150 ألف سيارة تقريبا في 2030. هتصير مصنع سيارة من هنا. طبعا عندنا بادرة أخرى اللي هي شركة سير, كذلك أعلننا عنها وبتصنع تقريبا يقارب لهذا الرقم, بنوصل فوق 300 ألف سيارة مصنعة داخلية, مصنعة في المملكة من خلال الصندوق. طبيعي اللي حيصير تعامل المستهلك العادي إنه حيوقف سيارته في البيت وحيشرج السيارة زي ما بتشرج جوالك لما تدخل تنام. بيوت المستقبل حتكون فيها تشارجرز, وهذا اللي بيسووه روشن في الرياض. واحدة من مشاريع PIF اللي هي جيجا بروجكت, شركة روشن. ايش هو يا روشن؟ شركة تطوير عقاري تهدف الى ان تكون الرائدة في المنطقة وليس فقط في المملكة العربية السعودية. يا سلام يا سلام, احنا هنا في روشن ولوسيد, ايش العلاقة بين الاثنين؟ التكامل والتناغم. فاحنا فهمنا روشن وفهمنا لوسيد, ايش العلاقة؟ حيكون في التشارجرز موجودة في البيوت وكذلك في مناطق مخصصة في الاحياء. تمام, فاحنا هذا المستقبل. سيارتي دحين وصلت البيت. اي طبعا اللمس حيكون في البادي من هنا. يا سلام, انت شايف كله باللمس. بسم الله, خلاص تروح البيت تشحن السياره كانك قاعد تشحن جوالك. That's it. هذا المستقبل. فلازم التناغم, يعني ما ينفع سياره الكتريك وما في البنيه التحتيه اللي تشحن. قاعدين نصنع المستقبل.